شوبينج صار أهين على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. انتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعتتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال بوشر مشدد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وإنحناق الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما بيبين. ولكن شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال بوشر. بسعر 26 دولار بس، رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. لكن يلي بحبوا يعملوا اكزرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم، فيكن تستعملوا هالكرسي المزوده بتويستر للخواصر كمان. بكل سهوله بنعمل عليها 10 دقائق كل يوم من دون اي تعب، لانه نحن ما قلنا الا نشد بدهنا لورا وهي بترجع بتطلعنا، لانها مزوده بروسرات، وهيك بنكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. ما ننسى انه فينا نستفيد من التويستر للخواصر كمان. هالايرون شير تويستر فيكن تحصلوا عليها ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين نطفو، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الازاز قد ما يكون كبير بثواني قليله من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحه ميكروفيبر كفيله بازاله كل الاوساخ الموجوده بتمسيحها بطريقه سهله وفعاله. تشيلو برو الاصليه في منها للازاز العادي ب 34 دولار وللدوبل فيتراج ب 60 دولار، والاهم انه مكفوله لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة، لأنه منشر بثلاث طوابق 3 لايرز راك فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر التياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. أولمبيك جارمت ستيمر مكوية جديدة متطورة مميزة براسها يلي بيجمع ضغط البخار القوي مع مكوية بقوة 2200 واط ليعطي أفضل كوي بأسرع وقت. فينا نوقف البخار تنكوي على الناشف بمجرد ما نقفل المفتاح، وفينا نغير وضعية المكوية بهالشكل تنحصل على كوي أسرع. مع التاج ضروري للقماش الحساس والحرير ولمنع اللمعان يلي بيسمح بمرور البخار بس. أولمبيك جارمت ستيمر مع طاولة للكوي على الواقف أو على القاعد، أو ننقلها لطاولة كوي منزلية أو كوي البرادة. هالمكوية فعالة ومناسبة للخياطين. أولمبيك ما بتشبه أي مكوية جارمت ستيمر لأنها all in one، وأكيد مكفولة لمدة سنة وبس ب 195 دولار بمناسبة الأعياد، وصل لعندكم بلا أي كلفة إضافية. وهيدي مكوية أولمبيك يلي راسها مثل كل الجارمت ستيمر للكوي على الواقف ومناسبة للسفر كمان، وبسعر 49 دولار. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سويبرو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير، إن كان على السجادة على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل.
شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في زوم أبداً نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة، وإذا بدنا مرقة تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني شوفوا شو براكتيكل منوطيها بهالشكل، هيك بصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلتلكن على السجاد كما على البلاط. سويبرو بلاس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكم ما تعتلوا هم إذا بدكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارور الكبير من الأوساخ. سويبرو بلاس مثل ما ذكرت ما بدها كيس وضبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سويبرو بلاس هي ماشين ما منضبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سويبرو بلاس في 3 هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سويبرو بلاس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لتحصلوا عليها اتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعتلهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى جزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين، وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية، ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.